لا تتسع صفحات الذاكرة البيضاء إلا لبيض القلوب والأيادي، وتمتنع دفتا كتابها أن تحمل فيما بينهما إلا من كان وجوده كالعافية للناس وكالصحة للأبدان. كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحر عطاء لا ينضب وباب معروف لا يقصد، فكان له بصمات بيضاء تجلت واقعاً من خلال تأسيسه لمؤسسة الشيخ زايد للأعمال الإنسانية التي نثرت نورها في بقاع وأصقاع عدة خارج حدود البلاد ليعم خير الإمارات على البشرية جمعاً.